السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزات الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي تكون هي رقم 600 في هذه القناة المتواضعة، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، اللي كنتمنى أنكم تزيدوا دعموها وتزيدوا تشاركوا فيها وكذلك تطلعوها بلي لايكات وبلي كومنت. كنتمنى صادقا انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اذا التلاميذ والتلميذات المقبلين على الامتحانات، عندكم موعد مع سلسله جديده ان شاء الله غادي نبدا فيها منين غادي يقربوا الامتحانات. كذلك التلاميذ ديال المستويات الابتدائيه والاعداديه غادي تلقاو هنايا الدروس وكذلك الفروض اللي غادي يهموكم وغادي بهم تستعدوا ان شاء الله للامتحانات ديالكم في الاقسام. اللغة الفرنسية بالمستويات الابتدائية وكذلك الإعدادية غادي تكون لها حيز مهم جدا في القناة، وغادي نخصص كل تقريبا أسبوع واحد الفقرة خاصة باللغة الفرنسية، وغادي ندير فيها مثلا واحد القاعدة في فيديوهات صغيرة إن شاء الله. زيدوا دعموا القناة، زيدوا اشتركوا، زيدوا تفاعلوا باش تطلع القناة وتبقى توصل لأكبر عدد من التلاميذ والتلميذات. 600 فيديو ماشي سهلة، ولكن التفاعل مع القناة قليل قليل وقليل جدا، وهو اللي كيعجزني انني ما نديرش بزاف ديال الفيديوهات. كنتمنى انه العدد ديال المستفيدين يكون عدد كبير، بالتالي زيدوا تفاعلوا مع القناة، زيدوا دعموها بلي لايك وبلي كومنتار باش توصل لاكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات ان شاء الله. اذا 600 فيديو سور يوتيوب تربويات مع الأستاذ محمد البخاري ترحب بكم وتدعوكم لكي تكونوا ضمن المشتركين الأوفياء في هذه القناة المتواضعة. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.